السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. اليوم ارتأيت ان ندير معكم هذا الفيديو وخا ما كانت في الحسبان نهائيا. هنا كما كتشوفوا الطخان هنا نقي، انا كنهضر ماشي هذا على ديال السلعه، كنهضر على اللوراني ديال لي فواياجور، يعني الرصيف اللي واقف فيه تران نقي واجد هنا انه باش يخرج وي يستقبل المسافرين اللي غيسافروا على متن هذه الرحله. ولكن اللي كيحز في نفسي اننا بعض المرات ملي كنطلع لوطران انا من الناس اللي كنستعملو بزاف، كنلقى بعض المواطنين كيبقاو يعاتبوا ويهضروا من فراغ، كيقول لك هاد لوطران ما تنقيوش ما تغسلوش عامر هكا بالمهملات، وهي على عكس ذلك. انا نقول لكم هاد لوطران هذا بعدا البلاصه اللي كنصور لكم هنا التيرمينوس ديال وجده، هذه كنصور انا من الشرفه ديال المنزل ديالي. دائما هذا الشيء كنشوفه كيحز في نفسي وكنبغي نقوله دائما. هانتوما كتشوفوا الصوره راها كتعبر اكثر من هذا الشيء اللي غنقول لكم انا. هاد العمال مسكن راه يوميا سوا شتا سوا صيف يوميا كيدخل لو طخان، ضروري كيدوز من هاد المراحل، كيتنظف من برا من هاد الجهه اللي كنصور لكم منها، من الجهه اللي يعني من الرصيف من الاتجاه الاخر، من الداخل كيخرجوا هكا السيكان ديال البلاستيك عامرين بالمهملات، والناس كتعاتب وكتهضر من فراغ، لا ما تنظفوش التران، لا ما تغسلوش، لا كياخذوا الفلوس وكيطلعوا لي فواياجور. هما العكس، العكس كيقوموا بكثر من الواجب ديالهم. هذا التنظيف راه تيكون يومي ماشي اسبوعي ماشي شهري، راه يومي. ان فوا تيدخل التران تيحط لي فواياجور في لاكار في المحطه ديال القطار، كيجي لهنا هنا تيتنظف. اول حاجه كينظفوه من الداخل، ما يمكنليش نصور لكم الداخل، كينظفوه كيمسحوا الزاج من الداخل تيعقموه، سيغتو هاد الايامات اللي فيها هاد الوباء على برا، يعني نفس الشيء راه كيبقاو هكا نافذه نافذه باب باب، يعني بقاطره بقاطره كينظفوه حتى كيخرج في ابهى حله وكيخرج نظيف تيشعل. والله يهدينا صراحه، حنا ملي انفا تنطلعوا ديك الساعه اش كتجينا الماكله، حتى واحد ما يطلع مع واحد البلاستيك اللي كيرمي فيه داك الشيء اللي كلا اولا داك الشيء اللي شرب. مام انا كنشوف دي مامون اللي تتبدل لي كوش لولادها وتترميهم في اي بلاصه، ملي سونسي انت يطلع واحد الفواياجور اخر شي كيدير تشكى تيريكلامي تيقول لك لا لقيت لو طخان مسخ. هو راه قبل ما تيدير ديبار وتيخرج من لاكار راه هكا تيقيلوا النهار كامل، هما تينطفوا فيه تيعقموا فيه، منهضرش على مثلا على هكا لونتروتيان اللي تيدار، يعني المراقبه وكيفاش هذوك شي حويجات اللي خارجه انا ما عارفاهمش. مي انا كنهضر على شي حاجه اللي شفتها كنشوفها يوميا وقررت انني نصورها وندير عليها هذا الفيديو باش ما نبقاوش نهضروا في فراغ، باش نحافظوا هادو راه ممتلكات ديالنا، لو شفتهم ملي كنحتاجوه في شي رحله سواء نبغيو نسافروا العلاج اولا مثلا نشوفوا الاهل والاحباب اولا مثلا نسافروا هكا من مدينه لمدينه، راها واحد الوسيله اللي فيها مريحه، ويعني الصراحه يعني كتوصلنا لذاك داك ديستيناسيون اللي حنا غاديين ليها. لهذا رجائي رجائي انكم تحافظوا عليها بانكم ما تبقاوش تهضروا من فراغ. راه هاد الصوره يعني واخا انا هضرت راه هي كتعبر اكثر مني. هاد الناس راه في درجه حراره ديال 40 درجه وما فوق في الصيف، وما نقولش لكم واش حال في الشتاء والبرد، وكنظن هاد الشيء راه ساري في كاع المحطات ديال القطار في المغرب كامل. انا عطيتكم هاد ليكزامبل من وجده، يعني هاد التران راه دخل في 7:30 47 دقيقه تاع الصباح راه هكا كيبداو، يعني اول حاجه ما نقولش لكم الداخل كيفاش تيعقموه على من اتجاه من الجهه الاخرى ديال لو طخان. عافاكم عافاكم، حافظوا يعني هاد الممتلكات ديالنا ديال المواطنين كاملين، سواء قطار سواء بيس سواء مهم شي حاجه لي هكا وسيله اللي كيستعملوها عموم المواطنين. ونلقن وليداتنا ان شاء الله حتى هما شي تصرفات شي سلوكات نقيه تكون تضاهي الغرب، لان هادوك الناس راه ماشي جاوا سبقونا، راه هما بالعكس الا لقاو شي حاجه هما تيحاولوا يجمعوها وتيخليو من وراهم نقي، حنا بالعكس كنلقاوه نقي وتنخليهم من ورانا في واحد الحاله يرتى لها. وكما قلت لكم هذا الشيء كيحز في نفسي، ومن اين فوا تنطلع للقطار كنسمع المواطن كيتشكاو شحال واحد كنشرح له ما يعني تيقول لك لا راه غير كتهضر. انا صورت لكم هنا باش تشوفوا الصراحه راه هذا الشيء يومي والله شهيد على ما اقول.
كنتمنى انكم هكا يروقكم هذا الشيء اللي صورت لكم، وتشوفوا بان راه داك العتاب وديك الهضره اللي تيقولوا شي مواطنين شي مسافرين راها خاطئه. لنحافظ على نظافه هذا القطار وعلى يعني كاع الممتلكات ديالنا كمواطنين وكمغاربه احرار. شكرا جزيلا، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.